عايز اتكلم معاك شويه عن معسكر النمسا وعلى بدايه استعداد الاهلي للموسم الجديد. تعال نروح للتتش ونشوف زميلنا كريم احمد، يمكن تابعنا واحنا بنتكلم مع كابتن عادل لقطات من اخر تمرينه لينا في القاهره النهارده قبل سفر البعثه بكره للنمسا. نتعرف على اخر الاخبار من الزميل كريم احمد موجود في الاهلي في الجزيره. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، وكل التحيه للكابتن الكبير الكابتن عادل تايم. كريم خلينا نتكلم على التمرينه الاخيره النهارده قبل استعداد البعثه ان شاء الله، بعثه نادي الاهلي سفر بكره للنمسا لبدايه المرحله الثانيه من الاعداد. عايز اعرف منك كمان موقف المصابين، حقيقه اصابه كابتن عمرو السوليه بالتمزق في الخلفيه، عرفت انه يمكن قبل هو هيخضع النهارده لفحص طبي تاني. ملف المصابين عموما وحتى في ظل وجود برنامج تاهيلي ليهم، هل هيكونوا مع البعثه في النمسا ولا هيستمروا هنا في القاهره لمتابعه برنامجهم العلاجي؟ يعني نقدر نقول بقى مرحله الجد الخاصه بيه الاعداد بدات اليوم. يعني هقول النهارده ان كان فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، ويمكن دي اولى الفترات اللي يمكن بياكد عليها مستر كولر ان ده البرنامج اللي هيكون خلال الفتره القادمه في النمسا. الراجل يمكن كولر بلغ لعيب النادي الاهلي عقب انتهاء تدريب الامس ان يكون في قياسات وفتره طبعا اختبار زي الكوبر تيست وامور طبعا خاصه بالامور طبعا البدنيه والتاهيليه، عشان كده كمان يمكن كان في غلق اعلامي لتدريب فريق النادي الاهلي صباحا. لكن الساعه السادسه كالعاده طبعا يمكن مستر كولر اجتمع مع لعيب النادي الاهلي، اكد على يمكن غدا ان شاء الله تكون هي الانطلاقه. التركيز مهم جدا في معسكر فريق النادي الاهلي، عايزين نستفيد من كل دقيقه في المعسكر، من تدريبات، من تركيز، من مباراه وديه، امر مهم جدا. عشان كده ان شاء الله باذن الله بنتمنى وبنامل ان يكون في استفاده كبيره جدا جدا من لعيب النادي الاهلي، ايضا كمان من خلال المباراه الوديه، لان هي دي اللي هتساعدنا بشكل كبير جدا خلال الموسم. النادي الاهلي افتقد الحقيقه لفترات الاعداد في الموسم الحقيقه في المعسكرات او كده، يمكن اخر معسكر قلنا في اسبانيا، فان شاء الله باذن الله يكون معسكر مفيد لفريق النادي الاهلي. التدريب يمكن حتى هذه اللحظه شغال، لكن لو بتكلم طبعا على ملف المصابين النهارده الحقيقه اطمنا في البدايه على ياسر ابراهيم، شفناه بيشارك في التدريبات الجماعيه بيعلن جاهزيته ان شاء الله مع مرور الايام، وممكن بنقول في كل مره عندنا متسع من الوقت في النمسا، يمكن اللي عنده بعض الامور الخاصه بالتاهيل هيبقى عنده وقت ان هو ياهل ويستعين بمستر كولر سواء في المباراه الاولى او المباراه الثانيه. خالد عبد الفتاح ايضا كمان مع امام عاشور بيواصلوا البرنامج التاهيلي، اكرم توفيق الحقيقه وكريم فؤاد بيادوا اداء رائع جدا في تدريبات الكره، مدينا طمانينه بشكل كبير جدا. يعني في طبعا خوف كبير جدا على الاشتراكات والالتحامات، لكن الفتره دي الحمد لله ما فيهاش اي نوع من انواع الاشتراكات على قد ما يكون فيها بعض التدريبات والفقرات البدنيه وفقرات متنوعه بكره القدم. عمرو السوليه الحقيقه يمكن النهارده لم يشارك في التدريب كالعاده طبعا يمكن الاصابه، لكن باكد لك ان عمرو هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في بعثه طبعا المتجهه غدا صباح الغد في تمام العاشره صباحا، هتتوجه بعثه النادي الاهلي الى النمسا. يمكن غدا هيكون ما فيش تدريب، سفر مباشره الى النمسا. كل اللعيبه الحقيقه اللي عندها بعض النواقص في التاهيل هتكون مع المعسكر، لان زي ما بنقول الوقت موجود، الوقت متسع معانا وقت كبير جدا خلال هذا المعسكر، لكن بطمنك الحمد لله البرنامج الطبي الموضوع لكل المصابين ماشيين عليه بشكل طيب جدا ومميز جدا. ان شاء الله باذن الله زي ما بنقول تكون استفاده كبيره جدا لفريق النادي الاهلي في معسكر النمسا. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد من ملعب مختار التتش. دي كانت اخبار تمرينه النهارده، والبعثه ان شاء الله زي ما قال كريم بكره 10 الصبح تتوجه للنمسا للمرحله الثانيه من البرنامج.